Ziyarah Aminullah. Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alayka ya Ameenullah fi arzi wa hujjatuhu ala ibadi. Assalamu alayka ya Ameerul Momeneen. Ashhadu annaka jahadta fillahi haqqa jihadihi wa amilta bi kitabihi wa tabata sunan nabiyyihi sallallahu alayhi wa alihi. حَتَّى دَعَاكَ اللَّهُ إِلَى جِوَارِهِ فَقَبَضَكَ إِلَيْهِ بِإِخْتِيَارِهِ وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ مُولِيَةً بِذِكْرِكَ وَدُعَائِكَ مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ مَحْبُوبَةً فِي أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ Sabratan ala nuzule balaik, Shakiratan le fawazil namaik, Zakratan le sawabi alaik, Mushtaqatan ila farhati liqaik, Mutazawidatan ittaqwa li yom jazaik, Mustannatan bisunani awliyaik, Mufariqatan li akhlaqi adaik, Mashgulatan ani dunya bihamdika wa sanaik. اللهم إنا قلوب المقبتين إليك والها وسبول الراغبين إليك شارئة وعلام القاصدين إليك واضحة وفئدة العارفين منك فازئة وأصوات الداعين إليك صائدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من نجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وأبرت من بكى من خوفك مرهوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وإداتك لعبادك منجزة وزلال من استقالك مقالة وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وأوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك مؤفرة وأوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين مؤدة ومنايل الظماء مطرأة اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وآلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام إنك ولي نعمائي ومنتهى منايا وغاية رجائي في منقلبي ومسوايا أنت إلهي وسيدي ومولايا اغفر لأوليائنا وكف عنا أعدانا واشغلهم عن آذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها الأولياء وأدهز كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير